السلام عليكم. في أبرز عناوين نشرة الظهيرة لهذا اليوم: 7 أبريل من كل عام تحيي رواندا الذكرى 25 للإبادة الجماعية، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني يحضر هذه المراسيم بتكليف من جلالة الملك. بالخبر الصحي، بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للصحة، المغرب عازم على تفعيل مشروع التغطية الصحية الشاملة، أحد المحاور الأساسية لمخطط الصحة 2025. أزيد من 1000 طفل وطفلة يشاركون في الدورة الأولى لمهرجان الطفولة المبدعة بمدار نواحي دريوش من خلال ورشات في الرسم والموسيقى والمسرح وغيرها. وضيف الأحد الفنان المبدع الممثل رفيق بوبكر، الذي بدأ مسيرته التمثيلية مع فيلم غراميات الحاج المختار السلطي عام 2000 لتتوالى أعماله بعد ذلك، والتي من أبرزها فيلم قسم رقم 8 وآخرها شريط كمبوديا. السلام عليكم وأهلا بكم إلى أول عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. تشهد رواندا في هذه الأثناء مراسيم إحياء الذكرى 25 للإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا سنة 1994، والتي راح ضحيتها نحو 1,000,000 شخص. يحضر هذه المراسيم عدد كبير من القادة الأفارقة، وبتكليف من جلالة الملك محمد السادس يحضر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذه المراسيم التي يتم إحياؤها في 7 أبريل من كل عام. تقرير سعاد زعتراوي. رواندا تعزف لحن الألم في يوم 7 أبريل، يوم دخل تاريخ رواندا من باب الكراهية والقتل والإبادة. مرت 25 سنة على الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها 800,000 شخص. صباح اليوم انطلقت مراسيم إحياء الذكرى. عند موقع النصب التذكاري للإبادة في كيغالي وضعت أكاليل الزهور وأشعلت شعلة الحياة. ومن ثم انطلقت مراسيم إحياء الذكرى، ذكرى حضرها العديد من القادة من العالم ومن المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبتكليف من جلالة الملك محمد السادس يحضر مراسيم إحياء الذكرى تضامناً مع الشعب الرواندي وقيادته. إحياء ذكرى الإبادة الجماعية برواندا ليست ذكرى للوقوف عند الألم، بل من أجل الأمل والعودة إلى الإنسانية. السابع من شهر أبريل يوم يعيد رواندا إلى عام 94 900 وألف، 100 يوم كانت جحيماً حقيقياً برواندا الواقعة شرق إفريقيا، هو جحيم الإبادة الجماعية. فجماعة الهوتو العرقية التي تمثل الأغلبية كانت تقف وراء هذه الإبادة بقتل أعضاء من أقلية جماعة التوتسي والهوتو المعتدلين في المستعمرة البلجيكية سابقاً. المذبحة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بأنها واحدة من أحلك الفصول في تاريخ البشرية الحديث، وبأنها تمثل خطاب الكراهية. 800,000 شخص قتل، و250,000 امرأة اغتصبت، و1,000,000 طفل يتم، والآلاف من الناجين يواجهون تحديات كبيرة في إعادة بناء حياتهم المثقلة بصور بشعة لا تمحى مع مرور الأيام. في ليبيا، وصف المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة الوضع الميداني في البلاد بأنه خطير، مؤكدا أنه يعمل على مدار الساعة لتجنب المواجهة العسكرية. وبدأت قوات حفتر المدعومة من مجلس النواب بمدينة طبرق شرق ليبيا منذ الخميس الماضي هجوما بهدف السيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج والمدعومة من المجتمع الدولي.
تقرير جليلة بن فتان. صورة قاتمة عن الوضع الميداني والسياسي في طرابلس تلك التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تقرير قدمه لمجلس الأمن عبر اتصال متلفز من العاصمة الليبية خلال جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس بشكل عاجل، دعا من خلالها الليبيين إلى خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية، كما دعا إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني في ليبيا مطلع الأسبوع المقبل. أنا أعلم تماما أن انعقاد الملتقى الوطني في ظروف من التصعيد ومن الاقتتال أمر صعب، ولكننا سنظل مصرين على عقده في ميعاده إلا إذا أرغمتنا ظروف قاهرة عن القيام بذلك. فيما كرر سلامة دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى ليبيا إلى طمأنة الليبيين بالبقاء إلى جانبهم لإنجاح العملية السياسية دون اللجوء إلى التصعيد. تطورات تأتي غداة مواصلة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجومها على طرابلس رغم مطالبات المجتمع الدولي بوقفه، وردا على العملية أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج سلاح الجو بقصف كل من يهدد حياة المدنيين. لن يجب منا إلا الحزم والقوة، إذا أصدرنا التعليمات وأعلننا حالة النفير العام للقوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية بالتعامل مع أي تهديد من شأنه السعي لزعزعة الاستقرار وترويع الآمنين. تصعيد عسكري يأتي إذن قبل أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في مدينة قدامس برعاية أممية بهدف إيجاد فرصة للليبيين ليقرروا بأنفسهم كيف ينبغي لهم المضي قدما نحو دولة ديمقراطية. في الجزائر يجتمع البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الثلاثاء المقبل لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتنصيب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما خلفا لعبد العزيز بوتفليقة المستقيل. وقبل ذلك تجتمع اليوم لجنة تحضير النظام الداخلي لجلسة البرلمان الذي يتم التصويت عليه خلال اجتماع الثلاثاء قبل تعيين رئيس الدولة. وكانت مظاهرة يوم الجمعة السابع هي الأولى بعد استقالة بوتفليقة، ورفعت شعار رفض الباءات الثلاثة أي عبد القادر بن صالح والطيب العزيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء. في تونس أعلن الرئيس الباجي قايد السبسي أمس خلال مؤتمر حركة نداء تونس بمدينة المنستير أنه لا يرغب في الترشح للانتخابات القادمة رغم أن الدستور يمكنه من عهدة انتخابية أخرى. وكان العديد من أعضاء ونواب حزب نداء تونس التحقوا تباعا بحزب تحيا تونس الجديد الذي تأسس في يناير الماضي والذي يعتبر بمثابة حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد ويتولى قيادته مقربون منه. في مجال النقل الجوي وجهة ورزازات تتعزز بإطلاق خط جوي يربطها ببوردو الفرنسية بواقع رحلتين في الأسبوع. الطائرة التابعة لشركة إيرلندية للنقل الجوي منخفض التكلفة لوكوست حطت بمطار ورزازات الدولي وعلى متنها 160 راكبا إذانا بالانطلاق الرسمي لهذا الخط الجوي الجديد. من ورزازات روبورتاج لحسن بالعليم، التحرير لحسن الحمادي. هبوط أول طائرة قادمة من مدينة بوردو الفرنسية في مطار ورزازات الدولي وعلى متنها 160 راكبا من مختلف الجنسيات. وجينا مرتاحين الحمد لله، وكنت منه من هنا لقدام تكون طيارة من هنا لزاقورة باش نلقاو الراحه كل مره نجيو في اي وقت بغينا. كانت ظروف السفر جيده والرحله مرت في ظرف وجيز، كما ان سعر التذكره كان في المتناول. ادينا ما بين 50 و 100 اورو ذهابا وايابا. هو اول خط جوي بين المدينه، اي انه سيقدم خدمات جليله خاصه بالنسبه لافراد الجاليه المغربيه المقيمه بفرنسا، كما ستكون له انعكاسات على السياحه المحليه. وهذا الشيء مهم لنا للفنادق و هادو الديور المبيت وكل شيء غادي
غادي تو المود فا بروفيتي من هاد لافوني نتاع هاد لافيون نتاع غاينير هنا في ورزازات ان شاء الله. تدشين هذا الخط سيفتح آفاقا جديدة أمام السياح لاكتشاف الطبيعة الصحراوية لإقليم ورزازات وزاغورة والنواحي في انتظار إطلاق خطوط أخرى مستقبلا. يعني جوج الرحلات أسبوعيا لكل وجهة، يعني جوج رحلات ديال بوردو، جوج رحلات ديال مرسيل. هاد الرحلات غادي تضافوا لمجموعة الرحلات ديال ورزازات باش ننميو اللي غادي ننميو السياحة. وهاد الرحلات جاوب تضافر الجهود بإجراءات تحفيزية من لدن لا الوزارة الوصية والمكتب الوطني للمطارات. سيمكن هذا الخط الجديد من تدفق السياح على الجنوب المغربي لاكتشاف عبق التاريخ وسحر الطبيعة الصحراوية، كما سينعش آمال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج لزيارة المغرب في أكثر من مناسبة وبأثمنة في المتناول. في الخبر الصحي بالتزامن مع تخليد اليوم العالمي للصحة، أكدت وزارة الصحة أن المغرب عازم على تفعيل مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي يعد أحد المحاور الأساسية في الدعامة الثالثة لمخطط الصحة 2025. كيف هو حال مسار التغطية الصحية الشاملة؟ النموذج نسوقه من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة في روبورتاج أسامة وفقير ويونس الناصري. التغطية الصحية الشاملة تأتي على رأس قائمة أهداف منظمة الصحة العالمية. على سبيل المثال، شكل المرضى المستفيدون من نظام المساعدة الطبية غماد ما يفوق 80% من مجموع المرضى الوافدين على المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في وجدة. فضل بطاقة الرميد كان عملوا كل شيء، كنا ليرم ديروا على برا سكانر. اليوم الحمد لله بطاقة الرميد سهلت علينا الأمور تاع كل شيء. عندنا واحد 63% ديال المواطنين اللي ولجوا للمركز الاستشفائي الجامعي مواطنين كي عندهم إما الروسيو ديال الرميد يا إما البطاقة ديال الرميد. هاد العدد ديال 63% استفدوا من 84% من الخدمات اللي تقدمت لهذا المواطن او الثمن ديال الخدمات اللي تقدمت هاد المواطنين. يمكن هذا ميز ايجابي لهاد الفئه المعوزه ديال المواطنين. التغطيه الصحيه الشامله تعني ان يحصل كل الناس على الخدمات الصحيه التي يحتاجون اليها دون ان يتعرضوا لضائقه ماليه عند سداد مقابلها. بلغه الارقام، خلال السنه الماضيه في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس تم استشفاء ما يفوق 36,000 مريض. تعاملنا على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يعتمد على تطبيق القانون 65/0 الذي تم بموجبه تحديد مدونة التغطية الصحية الأساسية في المغرب، والتي تنقسم إلى قسمين أساسيين: التأمين الإجباري الصحي ونظام التغطية الصحية المساعدة، نظام المساعدة الطبية غامض. وتستند التغطية الصحية الشاملة بصورة صارمة إلى دستور منظمة الصحة العالمية الصادر في سنة 48/900 والذي يعلن أن الصحة حق من حقوق الإنسان الأساس ويلتزم بضمان أعلى مستوى صحي ممكن للجميع. ودائما في الخبر الصحي بصيغة التضامن، قافلة طبية نظمها أطباء القطاعين العام والخاص بإقليم الراشيدية همت على الخصوص محاربة فقدان البصر من خلال إجراء عمليات لإزالة المياه الزرقاء أو ما يعرف بجلالة، إضافة إلى إجراء فحوصات لتقويم البصر استفاد منها أكثر من 400 شخص. روبورتاج عبد الصمد طعم. ما بين 300 و400 عملية لإزالة المياه البيضاء هدف هذه الحملة الطبية لفريق متخصص قادم من الدار البيضاء وبشراكة مع وزارة الصحة لفائدة الفئات المعوزة. سنويا نقوم بهذه الحملة في هذه الفترة في هذا المستشفى بأحدث الطرق وفي ظروف تلائم كالظروف التي نقوم بها في القطاع الخاص لفئة المعوزة في هذه المنطقة ديال الرشيدية وما حولها. القطاعان الخاص والعام يقومان ب100,000 عملية سنويا، فيما يعاني نصف مليون نسمة من هذا المرض، ما يطرح إشكالية تقريب المواعيد والتي يحاول المستشفى المحلي معالجتها بهذه الشراكات. الطبيب اللي قال لي فيك الجلاله شحال من عام هادو؟ يعني
ثلاث سنين هذه يا خويا. علاش ما داويتيهاش؟ وانا داويت وحده وقالت لي وحده انت اللي جات حتى درك نداويها. داويتيها هنا الان؟ اي هنا الناس الرشيديه هنا النيل. منذ تاسيس هذا المستشفى تقوم تقريبا بحوالي 2000 عمليه جراحيه للجلاله المواطنين خاصه الفقراء في المناطق النائيه، وهذا الهدف منها هو تقليص المواعيد اللي كانت طويله بطبيعه الحال. شعار الوزاره هذا العام هو صفر يوم للجراحه. حمله من 48 ساعه وفي نسخه سنويه الرابعه لتعزيز خدمات مستشفى الامير سلطان بن عبد العزيز بالراشديه في محاربه فقدان البصر. إلى مدينة الحسيمة، حيث أزيد من 1000 طفل وطفلة يشاركون في الدورة الأولى لمهرجان الطفولة المبدعة بمدينة مزار نواحي الدريوش. المهرجان الذي يتزامن مع أيام العطلة الدراسية الربيعية تتخلله ورشات في الرسم والموسيقى والمسرح وغيرها، وتروم تنمية الحس الإبداعي عند الأطفال. روبورتاج فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. كل أخذ ريشته وأصباغه وانهمك في وضع الألوان. إقبال كبير للأطفال على ورشة صباغة الجداريات وورشات أخرى ضمن فعاليات وأنشطة الدورة الأولى لمهرجان الإقليمي للطفولة المبدعة الذي احتضنته مدينة مدار. رسمنا في الجداريات ولعبنا ودرنا في ورشة التزيين، رسمنا على وجوهنا أي أشكال بغينا، ودرنا موسيقى في ورشة الموسيقى ورشة المعامل التربوية وتمتعنا بزاف. اليوم جيت هنا لعند هاد الأنشطة، رسمنا في وجهنا، صبغنا الجدار، زون بزاف، نبقى نمشي مرة أخرى لهنايا. ورشة الأعمال اليدوية استقطبت أيضا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و13 سنة. مئات الأطفال من مناطق ميدار والدريوش والناظور شاركوا في هذا المهرجان الذي ينظمه منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني ومديرية الشباب والرياضة. وكيعرف كذلك المهرجان واحد المجموعة ديال العروض، عروض فولكلورية، عروض مسرحية اللي جاونا فرق من مختلف مدن المغرب. كذلك العدد اللي تيتراوح في هذا المهرجان أزيد من 1000 طفل من مختلف الجماعات المجاورة لمدينة مدار. أنشطة متعددة وفقرات تنشيطية متنوعة استفاد منها الأطفال في الدورة الأولى لمهرجان الطفولة المبدعة بمدينة مدار الذي تزامن مع العطلة المدرسية الربيعية، ليرسم ابتسامة الفرح على محيا هؤلاء البراعم. واللحظة نفتح فقرة ضيف الأحد، وضيفنا اليوم هو الممثل المبدع رفيق بوبكر. مرحبا بك. أهلا وسهلا رفيق. إذن اليوم بداية يعني بسرعة، شنو السبب علاش عيطنا لك اليوم؟ اللي عيطنا لك هو أنك الجديد، أنت دائما عندك الجديد، غادي نشوفوا هاد الشيء، عندك واحد المسار طويل ديال الفيلموغرافيا ديالك، مجموعة ديال الأعمال، ولكن حاليا كاين الجديد واللي دخل القاعة السينمائية. أكيد فيلم الأخير ديالي كمبوديا من إخراج محمد طه بن سليمان كاين دابا في لي سال دو سينما. هو تقدر تقول عليه جديد مقارنة مع السينما، لأنني بقيت في التلفزيون واحد المدة، بقيت مدة طويلة في تماما، ورجعت دابا للسينما والحمد لله رجعت مع فيلم يعني اللي كيلامس شي جوانب. غادي نرجعوا لهذا الفيلم، ولكن باش نبدا معاك، الجمهور تيعرفك لأن كيف قلنا تيشوفك عبر الشاشات الصغيرة في مجموعة ديال الأعمال، وكذلك في الشاشة الكبيرة في السينما. وفي البدايات وحتى تال مؤخرا وتيأخذ عليك داك الصورة ديال الفتى الشقي الباد بوي، فهمتي، اللي كاين اللي تيجي، ولكن هذا تيبان حتى في الأداء ديالك، لأنك تدخل لواحد الشخصيات اللي هي صعيب، اللي ما تيعرفك شيء تعتقد بأن أنت هو هذيك الشخصية. تماما، لأن التكوين ديالي في التمثيل، يعني انا ممثل خصني نكون راهن اشارات التصور ديال المخرج والتصور اللي من قبل منه ديال السيناريست، يعني اللي كتب السيناريو. صديق انا كنحاول انني نولف في الجلد ديال هذيك الشخصيه، زي هذوك الشخصيات اصلا ماشي انا اللي اختاريتهم، يعني مكتوبين مع السيناريست ودار لهم كاين مخرج ديغيغ،
صديق كنت كنحاول انني نقلب فيا على 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 هو واحد ديك الشخصيه ونحاول نحطها يعني بصدق نحاول انني نقربها للمغاربه وللجمهور وللمتلقي المغربي بعمقها يعني بإكراهاتها كاملين يعني بفرحها بحزنها ولكن شفنا بان هذه الشخصيه هذه تكررت في مجموعه الاعمال اللي واش هاد المخرجين ما تيلقاو شي واحد اللي غادي يلعب لهم داك الدور ديال الفتى الشقي حيت كاين اللي تيقول لا وانا ما غاديش نبقى دا في هاد الشكل النمطي ديما تلعب هاد الدور لا وانا حاولت انني انني نغير من يعني من هاد النمطيه اللي بغيتي تقول الى درجه انني درت افلام مثلا درت روغار نظره مع نور الدين الخماري اللي كنت فيه ما كنتكلمش كاع يعني كنت سوغمي مع كمال كمال ايضا في الصوت الخفي شغلتي معاه بزاف كمان بزاف كمال كمال نقدر نقول عليه من وراء مصطفى الدقاوي يعني الاخ الروحي ديالي لان يعني مصطفى الدقاوي كان اعتبره الاب الروحي ديالي سينمائيا لانه كان هو اول من اول مخرج مغربي كيلقى فيا شي حاجه اللي انتريسونت كومون دي وكي بريزونطيني يعني لو شون اوديو فيزوال كامل في المغرب مي يعني للاسف بقات الجمهور المغربي بقات راسخه فيه عنده هذيك الشخصيه التويه بليز اوموا هذيك الشخصيه اللي ما عرفتهاش ولكن راه واخا تيبغيك الجمهور وتعرفوك لا الصغار ولا الكبار لان حتى انت عندك واحد القدره حيت ملي تنشوفوا الادوار اللي لعبتي تقدر تلعب ان جون ديال مراهق ويمكن لك تلعب الاب ويمكن لك كتلعب النماذج كل بديت كنلعب الاب لان بحكم السن يعني عندي 46 عام دخلت في واحد الغوجيست اخر مي ابارامون كاين هاد القضيه ديال التعامل ديال ان مخرج كيبقى خدام مصطفى الدقاوي هو بديت معاه وخدمت معاه ثلاثه الافلام بقيت مستمر معاه كون ما مارش اللي شافي كنت غنبقى غادي معاه يعني من بعد خدا لا غوليف كمال كمال من بعد خدمت مع عادل الفضيلي مع نور الدين الخماري مع فريده بوقيه ناجس النجار مع مجموعه ديال المخرجين مي كاين ديما في الاساس كاين انت كممثل محترف ما خاصش يكون عندك هاد السوسي ولا هاد الشك في الشخصيه يعني هذيك الشخصيه خاصك تقلب عليها فيك مادام انت ممثل محترف قبل ما غادي نواصل معك الحوار طبعا دائما في ضيف الأحد نخصص واحد الورقة تعريفية هذه الورقة التعريفية تكون دائما تتضمن شهادات لأشخاص عملوا إلى جانبك واشتغلوا معك إذن رفيق بوبكر درس بمعهد فيدريكو فيليني بجامعة تورينو بإيطاليا حصل على دبلوم دراسات المعمقة في التواصل السمعي البصري وبدأ مسيرته التمثيلية مع فيلم غراميات الحاج المختار السلطي عام 2000 لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها فيلم قسم رقم 8 والطريق إلى كابول وأيضا السلسلة الكوميدية عائلة محترمة عام 2005 الحياني السيمفونية المغربية الحي الخلفي والصوت الخفي ملائكة الشيطان وغيرها وآخرها شريط كامبوديا بورتري الفنان رفيق بوبكر أعده سمير بوحميدي وهيشام بهلوان. رفيق بوبكر مسار طويل من الإبداع توجه بفيلم كامبوديا كوميديا بنظرة اجتماعية حالمة قاد تفاصيلها المخرج الشاب محمد طه بن سليمان. بهرني بزاف بالأداء ديالو في كامبوديا وبالإصرار ديالو أنه يكمل رغم المرض اللي كان فيه يعني فاش كنا تما كان واحد المرض اللي غراف كان كما قلت كان كيموت تقريبا وأنا كنت خايف بزاف كثر منه ومع ذلك هو الحب ديالو للعمل ما خلاش باش يحبس قال لي غنكملوا باي حاجه غادي نكملوا هذا الفيلم هذا في الخدمه كيعطيك واحد الانرجي واحد الثقه وبالنسبه لك انني جديد على الدومين وكذا كيعاونني بزاف صراحه وزعما ما كاينش شي كلمه اللي نعبر لك بها زعما رفيق بوكركا والله العظيم لا مبدع في المجال ديالو.
بين السينما والتلفزيون اقتسم رفيق بوبكر مع الجمهور المغربي مواهبه اللامحدودة في التمثيل، وخلال فيلم الطريق إلى كابول صاغ برفقته المخرج إبراهيم الشكيري إبداعات من نوع خاص. كنعتبره أنا ممثل موهوب جدا وعنده واحد الكفاءة واحد الموهبة اللي هي فطرية، وقريب عنده واحد الحضور وكنعتبره قريب من الجمهور، يعني من خلال التجربة ديال التعامل معاه هو مهني ومنضبط وكيعتز بزاف بالمساهمات ديالو. رفيق الإنسان مرهف الإحساس قريب من الناس وعاشق بلا حدود للسينما بالصيغة المغربية. رفيق بالنسبة لي كأنه ولدي، لأنه جا صغير وحنين دغيا كيبكي بالزربة، كيبقاو فيه الناس، طيب، كيبغي كاع الناس تكون خدامة، كاع الناس يكونوا في مستوى مزيان. كامبوديا فيلم مغربي بكلفة إنتاجية كبيرة يوضح بالملموس رغبة صنعه في خوض غمار تجربة جديدة تجعل من السينما المغربية علامة فارقة بالمنطقة. لم يضخ رفيق بوبكر جهدا في إبداع أجمل المقاطع خلال تفاصيل هذا الفيلم. إذن رفيق، هذا الفيلم هذا تيبان بأنه نوعية أخرى، و سي ان اوتر روجيستر، ياك هذا في صنف واحد اخر من الافلام. تقريبا الا جينا نشوفوا الافلام كلها اللي اشتغلتي فيها، هنا بحال الا تنشوفوك بشكل جديد، تنشوفوا رفيق بوبكر جديد. ما كاينه حتى شي علاقه مع 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 الباكغراوند كامل ديالي، لان المخرج محمد طه سليمان تعامل معايا يعني بواحد الدقه متناهيه. كامبوديا علاش كيختلف على الافلام الاخرى؟ لان فيه هو فيلم نقدروا ندخلوه في خانه افلام الطريق، يعني الافلام رود موفي، رود موفي، ولكن في واحد الجانب اخر اللي هو غيش واللي محتاجه ليه السينما المغربيه، اللي هو الجانب الوثائقي. عندنا فيلم دو فيكسيون، كاينه قصه، كاين ممثلين، كاين احداث كتصاد، وفي نفس الوقت عندنا واحد 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 الجانب وثائقي اللي كنعرفوا من خلاله كيفاش الخمير الحمر ضمهم النظام الكمبودي، كيفاش هذوك الناس الكمبوديين عندهم واحد العلاقه مع الروح اكثر ما عندهم علاقه مع الماده، كيفاش كنشوفوا امكنه اللي أكيد حتى الطبيعه كيف معابد كنصوروا بعض المشاهد فوالا، وكنصوروا في معبد اقدم معبد ديال بودا، يعني اول معبد كان كيتعبد فيه بودا. الوغ هذا الجانب الوثائقي محتاجين ليه المغاربه، يعني اترافيغ اون سال دو سينما كنشوفوا قصه وميم طون كنصافوا لكمبوديا كنفهموا شي حوايج. صديق اللي موتيف هذا الفيلم كمبوديا هو انه كيخرجنا من ديك الضحك لاجل الضحك، كيخرجنا من ديك مجانيه الضحك، ديك لو مونتاج دي غاك كومون دي، صديق كيدخلنا في واحد الكرينو تثقيفي، دخلنا في واحد الخانه تثقيفيه، يعني كوميديا حتى هي من نوع اخر، لان كاين فيه الكوميديا. داك الشيء علاش نقول لك هو فيلم اللي مختلف بشكل كاين فيه كوميديا اونجاجي، يعني كوميديا ملتزمه الى حد ما، يعني كوميديا اللي ماشي غراتويت، ماشي مجانيه، جايه مبنيه، يعني كاين واحد البناء. والجانب اللي قلت لك الاهم والمثير هو هذاك الجانب الوثائقي. يعني ما كرهتش انايا توقع واحد الريفوليسيون في السينما المغربيه ونوليو نمشيو نشوفوا فيلم ونضحكوا اكيد ونتفرجوا ونستمتعوا وميم طون نقراو، يعني بحال درنا ان كور على الخمير الحمر ولا على، يعني في اختلاف المواضيع بيان سور. من يوميات الحاج السلطي الى كمبوديا، يعني واحد الفيلموغرافيا عندك طويله، وكذلك حضور متعدد في على الشاشه الصغيره في التلفزيون خلال العديد من الافلام، ربما تبقى من ضمنها هو اللي اكتشفوك مره اخرى، غادي يكتشفوك المغاربه، هو القسم رقم 8. هذا الفيلم هذا يعني كان محطه اكيد في حياتي الفنيه، لانه دا واحد التحول غريب، وكان يعني با
باراليل مع القناة الثانية، لأن يعني القناة الثانية بالنسبة للمغاربة سيتو في ذاك الوقت في 2003 هي رمز الإنتاج، رمز ديال الإنتاج، رمز ديال الحداثة يعني، رمز ديال التحرر يعني، خارجة من ديك الرسمية ديال التلفزيون اللي متعودين عليها المغاربة. الفيلم وكان من إنتاج القناة الثانية بحال أكد هاد المسألة هذه، وما عرفش يعني كان فيلم اللي جاب لك واحد الفئه عاوتاني ديال المتتبعين ديال رفيق بوبكر اللي هما كذلك اليافعين والشباب اللي كانوا تيشوفوا راسهم ربما خاصه متتبعين ديال المدارس. هو اكيد يعني كان 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 كانت شخصيه قريبه من 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 المغاربه، قريبه من المجتمع المغربي بواحد الشكل، لان انا كنحاول ندير دوكيومونطاسيون سكون ابل، هي كنمشي نخدم على ديك الشخصيه في الشارع قبل من التورناج، يعني كنمشي نتلاقى، نحاول نتلاقى مع هذه الشخصيه ونجلس معها كاع في قهوه، واخا هي شخصيه فيرتويال كنحاول نلقاها غيال وناخذ منها دي جيستويال دي. اضافه الى الـ الى الـ الى الحرفيه الكبيره ديال ديال المخرج الاستاذ جمال بن مجدوب اللي كنحييه، يعني كان تعامل مع الـ مع الـ مع السيناريو بدقه متناهيه، وتعامل معاه يعني في اطاره المجتمعي. والجانب الاخر والاهم هو اننا ضعنا اترافير هذا الفيلم، ضعنا في واحد السيناريست، واحد كاتب سيناريو جميل اللي كتبه، لانه توفى منير شاهير الله يرحمه في هذا النهار، هو اللي كتب هذا الفيلم هذا، وكتبه يعني حتى هو بدقه متناهيه. يعني هذا الفيلم تجمعوا فيه لي طالون، لي طالون ديال التمثيل، ديال الاخراج، ديال السيناريو، ديال لا تكنيك، خصوصا واحد لو تريو ديالكم اللي جيتو بحال كاننا تنشوف واحد الفيلم ديال الويسترن، ولكن تيلعبوه ليا في عين الشباب. اكيد الفنانه الرائعه والجميله فاطمه خير، الفنان المتميز عز الحطاب، يعني كوننا واحد ثلاثي بلوز موا ايموسيونيل، ثلاثي فيه شيء من العمق، وفيه شيء من احساس، الاحساس، وفيه شيء من ليموسيون سورتو. الان رفيق بوبكر من هذه المحطه، من محطة يومية الحاج السلطي إلى كمبوديا، ما الذي تغير في رفيق بوبكر الآن؟ شنو اللي تغير فيك؟ وهو كاين بزاف ديال المتغيرات يعني، أكيد بحكم الأيام، وغير اللي مهم اللي تيهم المشاهدين. ما تغير بغض النظر أن عندك ثلاثة ديال الأبناء، الله يخليهم لك، عتيقة ولينا وشعيب، الله يخليهم لك، آمين. اللي تغير فيا هو أنني واش نضجتي اكثر؟ اكيد 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 كاين واحد النضج اكثر، وقال لي المخرج الجميل اللي كنصور معاه حاليا ياسين فنان، كنصور معاه واحد المسلسل، قال لي جوستومون، قال لي دابا وليتي يعني وليتي روجيستر واحد اخر، دخلني هو حتى الشخصيه اللي كندير معاه دابا في هذا المسلسل، يعني شخصيه داخله في واحد الروجيستر واحد اخر. وكاين بزاف المتغير الاهم ولا الاعمق ولا لو نوايو ديال شنو تغير، هو انني اكتيفيت الدبلوم ديالي، الماستر ديالي في السمع البصري، بديت كنكتيفيه ودرت ثلاثه الافلام قصيره، وبدات غادي ندوز لهذا الاطار ديال الاخراج. يعني واش يمكننا نقولوا بان غادي نشوفوا رفيق بوبكر غادي يدخل مغامره جديده؟ انا تنعرفك عزيز عليك المغامره، انت بالنسبه لك حتى المشاركه في اي عمل سواء كان تلفزيوني ولا سينمائي تدخل لها بهذا التفكير هذا ديال مغامر اللي جاي يكتشف ويبحث، واش من خلال العمل ديالك حاليا ومن خلال التفعيل ديال كذلك بمستوى عملي ديال الدبلوم نتاعك، واش نشوفوك مخرج ولا نشوفوك منتج ولا؟ واكيد هي المغامره في بارتي من الفن، يعني المغامره جزء من الفن. واحد المقوله جميله ديال المخرج الجميل كمال كمال قال لي المغامره كتبدا من السيناريو، يعني المخرج كيهرس لو كونسيبت ديال السيناريو، والممثل كيهرس لو كونسيبت ديال المخرج، زعما حنا كنغامروا في اطار جماعي من مغامره لمغامره. مغامره الاخراج ديجا درت ثلاثه الافلام قصيره، لقاو استحسان، واخا الاول كان ديال التخرج يعني ما كانش بالعمق اللازم. دابا كنستعد باش داز الفيلم ديالي في المهرجان الوطني في طنجه، الفيلم القصير الثالث، كنستعد باش ندخل واحد المغامره ديال الفيلم الطويل، ما
ونخليوها في هذا الاطار ديال المغامره، يعني واش غتنجح ما غتنجحش هذه مساله كتعلق بالجمهور. وتنظن بان التكوين مهم جدا، نفعك انت التكوين تاعك سواء في ايطاليا او هنايا في اكيد في اكيد ينفعك، لانه هو تكوين تقني اكثر منه تيمي، يعني سي با تيماتيك سي تكنيك، سيتير كو كتميتريزي لا تكنيك اكثر من، يعني شنو قريت انا في ايطاليا الماستر ديالي سي في لا تكنيك ماشي في التيماتيك ولا في الانتربريتاسيون، سيتير كو كتبدا تميتريزي تكنيكمون كيفاش تحكي واحد القصه بالصور ولا الحكي الفيلمي لا ناراسيون فيلميك، كتبدا تميتريزي هاد هاد الخيط اللي هو الخيط الرفيع، يعني في كل عمل سينمائي ولا كل عمل تلفازي. قبل ما نواصل معك هذا الحوار اللي كنكتشفوا فيه مجموعه ديال الحوايج اللي ما تيعرفهاش الجمهور المغربي ديال رفيق بوبكر، لان طبعا مادمنا كنت قلت لك بانه هو تيشوف فيك داك لو باد بوي وهادي، فهذا الايجابيه النقطه هادي لانك تتلعب بواحد الحده وبواحد العمق في التعامل ديالك مع الشخصيات، والاكيد ان كانت عندك الموهبة ومن الصغر، وهذه الموهبة هذه اللي مشيتي فيها في إطار مغامرة اللي وصلتك إلى ما أنت عليه الآن. احنا دائما مع ضيف الأحد نقدم موهبة من المواهب، اليوم اختارينا واحد الموهبة هي بعيدة عن المجال تاعك، مجال التمثيل، لها علاقة بالموسيقى والغناء. في موهبة الأحد إذن نحط الرحالة اليوم بعروس الشرق وجدة مع سكينة جمالي، شابة مولوعة بالغناء منذ صغرها، بدأت مسيرتها مع الجمعية الإسماعيلية للطرب الغرناطي بوجدة ونوعت أشكال غنائها. التفاصيل في روبورتاج أسامة أفقر وينس الناصري. مات يا عريب الحي يا عيني تراكم، وأسمع من تلك الديار دياري نداكم. سنة 2006 دخلت سكينة جمالي درب الفن وطرقت باب الموسيقى الغرناطية. ابنة وجدة المولودة سنة 96 900 و1000 تعزف وتغني ألوانا موسيقية مختلفة. بقيت كندير الموسيقى الغرناطية حتى للسن ديال 17 سنة، اكتشفت بلي عندي حب الألوان أخرى موسيقية، وقررت باش نيفولي التامبر فوكال ديالي في داك المينوال. إذا بديت كنغني شوية ديال الجاز، كنسمع بزاف القناوة، وإن شاء الله باغيان يعني نطرح سينجل الاول ديالي اللي كتبته بيدي. بغيت ما نبقاش غير في الانتربريتاسيون، في يعني نادي، ما بغيت نولي حتى انا نتي شي حاجه جديده، شي حاجه اللي خاصه بيا. سكينه جمالي كانت معنا في غرناطي، كنا في جمعيه اسماعيليه، انا كنت كنلعب جيتار، هي كانت كتلعب بانجو، كنا كنطلعوا دي فيستيفال ديال غرناطي. المهم اول فيستيفال طلعت فيه ديال غرناطي كان في 2008، ومن تما حنا كنطلعوا فيستيفالات، وكنا ما كناش كنديروا الغرناطي، كنا كنسالوا حصه ديال الغرناطي كنمشيو كيطاره ترن 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 وهي تغني. بطريقتها الخاصة وفي قالب متنوع أعادت سكينة جمالي غناء بعض الأغاني المعروفة. سكينة جمالي العمل اللي كان عندي معها، يعني في الكليب فيديو اللي كان عندي معها، كانت عندها واحد الروح جميلة ومرحة في العمل، وكان داك الشي زوين يعني، وكانت تلقائيه في الجسد ديالها ولا في التمثيل، ما لقيتش معها صعوبه كبيره بزاف يعني في فيديو كليب او لا في الالقاء ديالها، ملي كانت كتغني وانا تعطي الروح ديالها الجميله يعني في العمل ديالها في التصوير، يعني بالخصوص في التصوير يعني كانت جميله جدا. اضافه الى الغناء والعزف،
سكينة هي كذلك كاتبة كلمات وتتابع دراستها العليا في مجال هندسة الصوت. سكينة ستطرح قريبا أغنية جديدة تحت اسم زهر الرمان. إن هي مواهب شابة نحاول أن نمنحها مساحة الظهور والتألق مثلما منحت لك في بداياتك مساحة للظهور. هذه المسألة ليست غايبة على القناة الثانية، يعني القناة الثانية مكتشفة دي المواهب من زمان، وهذا الدور ديالنا أكيد. دونك السي رفيق بوبكر، نعود نرجع لهذه التجربة الأخيرة، لأنك كنت كتكلم عليها بواحد الحماسة كبيرة ديال كامبوديا. تلمو آمنت بهذا الفيلم، آمنت به، هو مكتوب سيناريو ما تحسيت به أنه غادي غيأبوتي، يعني غادي يوصل المغاربة واحدة رسالة جميلة اللي هي البيع والشراء في تجارة الأعضاء، اللي كيدور على تجارة الأعضاء، وهذا موضوع الساعة في المغرب. يعني فيلم اللي فريمون وقعوا لي فيه بزاف المشاكل وانا في اسيا. صحيح، لان كنا كان وقع واحد التسمم، ولكن الالطاف الالهيه يعني كان تسمم بسيط، يعني ما خداش بزاف الوقت، خدا واحد اليومين تقريبا ومن بعد استلمت. وكملتي العمل وانت اكيد 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 وعاد وليت عندي مصداقيه اكثر. لان داك حسيت براسي نيت افيبلي وضعيف دابا الناس غيشوفوا ديك لافاز ديال كمبوديا، غيقولوا هذا المخرج خطير لانه قدر يوصل رفيق لهاد السيتوياسيون، وهي داخله فيها حتى هاد كاينه ديريكسيون ديال المخرج طبعا، وكاينه فيها حتى هاد التسمم اللي وقع ليا تما. فكنظن ان فيلم يعني اللي عش فيه تجارب مثيره او تجارب يعني كان خاصها تتعاش. اكتشفتي في أشخاص اللي اشتغلوا معك؟ أكيد أشخاص وأمكنة يعني وضعية وأمكنة روحية. لأن الكرينو اللي منين مشيت لكمبوديا ثلاث سيمانات تقريبا ترجعت للمغرب، بقيت في ديك الهالة روحية كتر، وعاد فهمت أن كاين الناس في هذا البلانيت في هذه الكرة الأرضية اللي عايشين الروح ماشي المادة. فهمت هذا المعطى، هذا معطى جميل. بالنسبة للشريط فوقاش الآن هو في القاعات السينمائية أكيد، وشنو اللي يمكن لك تقول للجمهور المغربي كيف تنقولوا يشوف هذا الشريط؟ كيف تنقولوا الشريط كاين ما بين أيادي أمينة، يعني كاين ما بين الدين الموزعة الجميلة والمحترفة والمكونة أكاديميا إمام مصباحي. الفيلم سينمائي أكيد عندها تكوين سينمائي، العمل أكيد سينمائي وعندها تكوين أكاديمي في صحيح. إذن الفيلم خرج في 27 في مارس الأخير. الدعوة ديالي للجمهور المغربي أنه يحاول يشوف هذا الفيلم، لأن في نفس الوقت وبنفس التيكي، يعني بنفس الورقة، غادي يشوف فيلم اللي فيه شويه ديال السخريه وشويه الضحك وشويه الفكاهه، وفي نفس الوقت الا كانوا معاه وليداته غادي يشوف واحد الدوكيمونطير فيلم وثائقي. غادي يسافر بهذاك البي هذاك، غادي يسافر عن طريق الشريط لكمبوديا. تماما سي رفيق بوبكر، ما كرهناش نزيدو نطولو معاك في هذا الحوار، طبعا كان ممتع جدا. اكيد انك جيتي اليوم عندنا ومباشرة من مكان ديال التصوير ديال كذلك عمل اخر رفيق بوبكر. الهم ديالو والشغل ديالو هو السينما والتمثيل، واش انت ما تتقولش لا لشي واحد؟ لا ماشي تنقولش لا، تنقول لا، يعني كاين لا، كاين وصلت مؤخرا ولا شويه لا، ولكن مخرج جميل وكبير بحال ياسين فنان ما خصكش تقول ليه لا، لان عندك فيه ثقه. يعني انا كنصور دابا حاليا مع ياسين فنان وجيت اكيد من البلاطو ديالو. لا كاينه وكاينه يعني باقتدار، ولكن كاين بزاف ديالي انت تتعاون مع الجميع. اكيد
سي رفيق أبو بكر، كنتمنى لك المزيد مزيد من التألق ومزيد من العطاء في الساحة السينمائية وكذلك التلفزيونية، وكذلك مزيد من العطاء في المجال وفي مغامرتك المقبلة اللي هي طبعا الإخراج وإنتاج أفلام، اللي انتايا هو اللي غادي تكون طبعا المخرج نتاعها، وما عرفتش واش غادي تلعب فيها ولا غادي تخلي حد آخر يلعب فيها. وهي عادة الأفلام القصيرة ثلاثة ما لعبش فيهم. إذا غادي تبقى غادي على نفس غادي تبقى دير تمثيل بوحده وهذه بوحده. تماما. مزيد من التوفيق وشكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا صديقي صلاح الدين، شكرا القناة الثانية على الاستضافة. العفو. في ختام هذه النشرة، تشهد رواندا اليوم إحياء الذكرى 25 للإبادة الجماعية التي شهدتها سنة 1994 والتي راح ضحيتها نحو 1,000,000 شخص. ويحضر هذه المراسيم عدد كبير من القادة الأفارقة، وبتكليف من جلالة الملك محمد السادس يحضر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذه المراسيم التي يتم إحياؤها سنويا في 7 أبريل. غدا ترافقكم في الظهيرة سناء رحيمي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.